سادتي أينما كنتم عبر قناة SSC، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. جانب الهلال كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية. إذن طاقم التحكيم المغربي يامي عبد الله العمري، أليكستيس وسط الميدان، عبد الله خيبري، مارتينو برازوفيتش وسيكو فوفانا، البرتغاليين جيزوس للهلال ولويس كاس. يصبح أصغر حكم دولي مغربي آنذاك، أدار عديد التربيات البيضاوية ومباريات الأدوار النهائية لكريستيانو رونالدو. انطلق المباراة، الهلال بألوانه الزرقاء، الهلال بكل تأكيد. ميتشيل ما يعديش، تصويب غدارة، ربا نافاس الأوتار، عمري مرة أخرى أو خطأ آخر من عمري، هذه كرة لسان الدوسري، كرة جول ونواف، نواف العملاق، نواف مرة أخرى عمالقة العرين في كرة السعودية، نواف لاكيدي رائع. ميلانكوفيتش، سافيتش، ساديو ماني خطير لما يأتي من بعيد، أليكسيس في المساعدة، يعدي، يوزع، مازال تيس، رائعة منه، ويضيع توازنه، وإصابة البرازيلي أليكس تيس. مدرجات البحث على أندرسون تاريسكا ورونالدو، كرة بالراس، نواس، التسويب من سيكو فوفانا، كثير من الخطورة، ريبان نيفيس اللي وسع، ونواف يكسب المخالفة، تيكو فوفانا ينطلق الآن، هجمة نصراوية، رونالدو على اليسار بجنب ساديو ماني، يلعب مع السنغالي اللي وسع، رائعة يا عويس يا محمد يا عويس، مريم رونالدو، رونالدو هذا ما يردده الجمهور العالمي، هذه كرة بريس، ترجع لبرازوفيتش، كرة خطيرة، رونالدو بالراس لكن خارج الإطار، لميشيل دالكادو لكن قبله كان تيس، نواف يلعب باري مرة أخرى، ينقر على اليمين السلطان الغنام بجنبه تاليسكا، تاليسكا يتقدم، البرازيلي يراوغ، كرة خيبري، التسويب، خيبري كان خبير في هذه الكرة، يقتنصها على طول، والعويس متسد، مباراة الحسابات التكتيكية، ميشيل ديلكادو والعمري صمم كرة للهلال، سافيتش، خريدو، كوليبالي، يعدي يخترق الدفاع، يوسع، لولا السلطان تاليسكا، سيكو فوفانا، ماني على يساره، تأتي الكرة للسنغالي، ماني، يوسع، وبرازوفيتش، بخسر النصر، والهلال يعود لسولاته الهجومية، مخالفة، كرة ثابتة للزعيم، انذار لمارتينو برازوفيتش، كرة بالتليفون بالموبايل معلنة منذ البداية، سافيتش يقوم بالمخ، غير راضي إلى حد الآن على هذه الوضعية، والإكستيس هجومية، رونالدو، كريستيانو، التسويب من تاليسكا، يتقدم، عالية الكرة، رائعة، التسويب، روبن نيفيس، فوفانا،
رونالدو يعطي والمخالفة خالدو كوليبالي بالورقة انذار السنغالي أمام رونالدو بروزوفيتش يوسع والحارس العويس رايع العويس اليوم خيبري سيكو فوفانا غريبة رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويس على الخط النهائي ولو أن هنالك خطيرة مالكوم كرة بالرأس والدفاع الدفاع النصراوي حاضر فنيات رائعة موعدنا يتجدد بحضراتكم عند ضربة بداية الشوط الثاني إلى الرضوة الجيدة المغربية ضربة البداية عبد العزيز الدوسري كرة من ميشيل مرتدة وثيع الفرصة تشكيلة الزرقاء لنادي الهلال مخالفة ضد ماني العكس ومحمد كانو ثلاثي وسط ميدان هجومي ميشيل ديلغادو سابين مالكوم رائع الكرة مالكوم يوزع كرة جول كرة جول ميشيل ديلغادو الهلال سالم يرجع كرة نادي النصر مباراة تعرف الآن منعرجات صعبة تانيسكا على اليمين رونالدو الاعتراف من علي البري اللي عنده انذار كانو ووراءه كوليبالي بروزوفيتش او أليكس تيس على طول لعويس حارس الامان رائع في الميدان ركنية هجوم للهلال دوسري خطيرة ميشيل حاول توزيع هجمة هلالية دوسري مرة أخرى تعود نصراوية ساديو ماني زيكو فوفانا برازوفيتش تاريسكا أو رونالدو قوية من كريستيانو رونالدو والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس غليان بركان في مدرجات الملعب في وسط الميدان يقودها سافيتش يقول له العب كرة خطيرة تاليسكا أندرسون تاليسكا لاويس بطلت اليوم رب ذرة نافعة غياب عبد الله المعيوف قدم لنا حارس عالمي يرجع لمالكوم مالكوم أي أسيست وهذه الهجمة السريعة مالكوم مرة أخرى يراوغ والركنية فوفانا غنم يوصى رونالدو بالرأس غنم عالية الكرة فوفانا فوفانا هنالك راية الوصيف سيجني مليونين ونصف المليون دولار ماذا مالكوم ويدخل العمري وقد تكون الورقة الحمراء على كل الكلمة الأخيرة
لرضوان جد. من العمري العمري خليها ورقة الحمراء الحمراء بالفا. جدار دفاعي بأربع لاعبين لفريق النصر. وصابيتش والكرة بعيدة ضربة في انتظار لحظات أفضل لفريق النصر. مخالفة رونالدو الوار كوليبالي وارون بالأسطورة يا حاتم حكام الكورة. هو رونالدو يعادل النتيجة لفريق النصر. عالمي يا نصر عالمي. النصر يعود لتاريخ النصر بهدف رونالدو هداف الهدفين. هو رونالدو قناص كل القناصين رونالدو. والكرة في الشباك واحد واحد بين العملاقين. نار 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 يا حبيبي نار. حارس الهلال العويس ما باله لا يعلمه كأنه لا يدركه أن الأسطورة رونالدو أقوى ما في الكرة أقوى ما في الكرة. هو الأسطورة بعشرة لاعبين. النصر العالمي يعود من بعيد. كرة من ريبان ميسا. ضربة جزاء ضربة جزاء. ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ الهلال يكسب ضربة جزاء. رضوان جد أمامنا انطلاقة الكرة لسافيتش ميلانكوفيتش نجامي في حواره مع السربي. نار يا رونالدو نار. هداف البطولة جيد للفيديو للتأكد هل هي ضربة جزاء أم لا. كل اللاعبين في الانتظار. ما فماش ضربة جزاء. ليس هنالك ضربة جزاء. إعادة إفادة. شوف الروح القتالية لرونالدو في حواره مع محمد كانو. ترجع كرة كونال بالراس لرونالدو. رونالدو لكونال وزع. معنويا الآن رونالدو. هنالك رأي هنالك رأي. أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو. لا يهدأ له بال. هذه هي قيمة وهمة الرجال. ليس أسطورة من فراغ. هدف أبيض. لويس كاسترو بعشرة لاعبين. هذه كرة لرونالدو يطلبها في المساحة الفارغة. رونالدو بروزوفيتش بروزوفيتش. ساديو ماني سيكو فوفانا يعطي فوفانا. لولا جاء كل لاعب النصر مع دي رونالدو في الواجبات الدفاعية. عليها الكرة. غريبة غريبة من صف فوفانا. إسكا. ماني كان قبله سعد عبد الحميد.
الحميد. سعود عبد الحميد. عبد الحميد يوزع والكرة سيرت هلالية. دوسري ريبس عالية وغريبة مرة أخرى. مالكو والدفاع ضغط هلالي متواصل. نذكر وأن النصر يلعب بعشرة لاعبين. هذا رونالدو ومحمد بريك الرسالة رسالة ترجع للبريك. البريك يوزع والتسويق يعدي لسعود. سعود يوزع اوبن راس ديلجادو والحارس نواف. مشاهدينا الكرام رضوان جورن على نهايه المباراه. نذكر بالنتيجه كارتمان العالمي كريستيانو رونالدو وساديو ماني. برازافيتش يوزع كره خطيره. لولا على البلاي رائع البلاي قبل فريق كيمارس واول موسم. عيد الكره على ماني لمحمد العويس. رونالدو يستغرب. كره سريعه. حمدان حذر يوسع ودفاع الرائع في خمس مباريات لحد الان. مالكوم تصوير والرائع لعلي البني. رائع لقلب الدفاع علي البني. يرجع كولا للنصر. جيكول إعادة كورة لما ترجع ثم رونالدو بالرأس. أكبر قناص خيال كل الخيال دلال كل الدلال إمبراطور الكورة رونالدو الأسطورة. كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيب كريستيانو رونالدو ملك الأرقام إمبراطور الأقدام. يا سلام يا سلام يا سلام. النصر يقلب الدولة على الهلال بعشرة لاعبين. لحظات تاريخية تكتب الآن. رونالدو بالانتظار في هذا المشوار مع لويس كاسترو الحكم المغربي يراقب مع السمير الكزاز ويحتسب الهدف. إذا
يقدم لأول مرة في المباراة اللي عنده رونالدو ما عنده على شخاف، اللي عنده رونالدو يكسب الألقاب، اللي عنده ترجع لسافيتش تصدي لجعفر أجواء النصر العالمي. ورقة حمراء، ورقة حمراء لويس كاسترو هذه المرة، هذه المرة قادر بنك الاحتياط لفريق النصر في هذه اللحظات. فرحة رونالدو كأنه عمره 10 سنين، كأنه لم يحتم الأرقام، كأنه ليس كادو. عدل النصر في مرة عبد الحميد، كرة بالرأس من فوفانا، هجمة هلالية، مصعب الجوير، رونالدو، ساديو ماني، نشوف معاكس، عبد الرحمن غريب، التصويب من يعني الكرة غريب، التصدي بما فيهم رونالدو، صعود عبد الحميد، تصويب صاروخية من صعود، استماتة دفاعية نصراوية، والمخالفة ضد رونالدو. الشامبيونز ليج ب 140 هدف 6 مرات بطل الهدف، لن يغادر رونالدو في انتظار العودة. دو كاريو يعدي بيروفي، يوزع البلاي صوت دوسري مرة من الجدار الأصفر، جدار سور الصين العظيم لبريك في القائم الثاني. كاريو، كاريو براس، والدفاع من أجمل ما يكون. كورة في القائم الثاني للحمدان، يخرج الكورة مارسيلو. انتظار تماس طويل بالراس والمطالبة بضرب الجزاء، واليمين كاريو، كاريو يوزع بالراس، غريبة بالرادف، عبد الله الرادف كان بإمكانه تعديل النتيجة بنادي الهلال. تكمل الكرة عبد الرحمن غريب، وشوف معاكس يضرب وحده، إمكانية الثالث لكن الضيع على نادي النصر. الكل بدأ يستعد للاحتفال، أمامكم يا سيدة يا كرام النصر العالمي في انتظار صافرة المغربي رضوان جاد. مليون مبروك لعشاق العالمي، وحظ اوفر لجمهور الهلال بعد هذه الخسارة امام النصر بهدفين، بهدف رونالدو يكتب التاريخ من جديد لنادي النصر في هذه الاوقات، وما أجمل الأوقات في أصفر اللون بكل الجنون في هذه الليلة وأشهى الليلة في مدينة الطائف. أكيد ستتواصل الأفراح للنصراويين وخيبة كبيرة للهلاليين في انتظار مراسم التتويج. نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الأستوديو للزميل عبد العزيز البكر.